خلونا نستعرض معاكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد، وبتستمر الكثافات المتقطعة وحتى لو مشينا للطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، وبتفضل مكملة معانا لحد ميدان العباسية ومسجد النور. بعد كده كثافات أمام جامعة عين شمس، ده بسبب طبعا موعد دخول الطلاب للكليات. بالنسبة لطريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، في سيولة مرورية كبيرة. كذلك الأمر انتظمت حركة مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو. في سيولة مرورية كمان للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، لكن ظهرت سيولة مرورية بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إلى القلعة. عند النفق الملك الصالح وتقاطعه مع الكورنيش في انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. في بعض الكثافات ظهرت على كوبري الحدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، وظهرت برضو بعض الكثافات على مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة. الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد في كثافات مرورية متحركة، نفس الأمر في الاتجاه المعاكس. لكن من جانبها واصلت الإدارة العامة للمرور شن حملاتها الموسعة على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط المروري ورفع أي معوقات بالطريق، وكمان الحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المخالفين. ودفعت إدارة المرور بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق، وأيضا الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطريق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث. هنروح معاكم للجيزة. في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان. بيشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافات مرورية، لذلك بينصح بسلوك محور رود الفرج. كمان عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وظهرت كثافات متحركة بمحور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان. بيفضل التوجه العرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. شهدت الكباري الرئيسية الرابطة بين القاهرة والجيزة انتظام حركة المرور أعلاها في كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو وكوبري عباس ومحور 26 يوليو وميدان لبنان وجميع طرق مدينة 6 أكتوبر. طريق المحور القادم من أكتوبر في بعض الكثافات المرورية المستمرة حتى نادي الزمالك، لكن الطريق المعاكس بيشهد سيولة مرورية المتجه إلى أكتوبر. الطريق الدائري المتجه إلى أكتوبر في سيولة مرورية، نفس الأمر للطريق السياحي. ونروح معاكم لمحافظة الإسماعيلية، هنجد إن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة السير السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة، أما الطرق المتجهة إلى الإسماعيلية فيها سيولة مرورية، خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة. لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية لكنها متحركة. ونروح معاكم لمحافظة سوهاج، هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرورية. كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وفي كثافات مرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة اطمئنان على الحالة المرورية، خلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29، وأقل درجة حرارة في كاترين 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.